الصورة التي ترونها عن مشروع يساهم في خدمة القطاع الزراعي ويقع في منطقة بوشهر. يعمل المشروع على زيادة خصوبة التربة وعدم جفافها وتقليل ملوحتها وتزويدها بالعناصر اللازمة لجودتها. ويساعد هذا المشروع على زيادة إنتاجية المحاصيل وتنوعها، وهذا الإنجاز يقدم فائدتين: الأولى تحسين التربة الزراعية، والثانية تخليص المدن والقرى من الفضلات والنفايات. تكاليف إنشائه بلغت حوالي 1,800,000 ريال عماني، ينتج مواد عضوية تعبأ في أكياس يزن الكيس الواحد منها 25 كيلوغراما حتى يسهل تداولها بين المزارعين. الآن أعزائنا المشاهدين، هل عرفتم اسم وتاريخ إنشاء هذا المشروع؟ السؤال مرة ثانية، هل عرفتم اسم وتاريخ إنشاء هذا المشروع؟ الصورة تتحدث عن مشروع من أوائل المشاريع التي نفذت في الخطة الخمسية الثانية، ويقع بمنطقة الغبرة. وصلت تكاليف المشروع إلى 10,600,000 ريال عماني، وينتج في اليوم الواحد 12 مليون جالون. ترتب على إقامة هذا المشروع تنفيذ شبكة مياه السيب والمنطقة الصناعية درسيل، وتزويد مصنع الإسمنت بالمياه، وإيصال المياه
مباشرة إلى كافة المنازل بمنطقة العاصمة. هذا الإنجاز أعزائنا المشاهدين تم افتتاحه خلال الاحتفالات بأحد أعيادنا الوطنية المجيدة. أعزائنا، والآن هل عرفتم اسم وتاريخ إنشاء هذا المشروع؟ السؤال مرة ثانية، هل عرفتم اسم وتاريخ إنشاء هذا المشروع؟